ولا زلنا مع أخبار كأس العالم، حيث تجمع لاعبو منتخب صربيا بالعاصمة بلغراد في المعسكر التدريبي الذي يسبق نهائيات المونديال قبل حوالي 3 أسابيع من أول مباراة للفريق في النهائيات أمام منتخب غانا. المدير الفني للفريق رادومير أنتيتش قلص تشكيلة الفريق إلى 24 لاعبا. أنتيتش المدير الفني السابق لفريقي برشلونة وريال مدريد قال إنه سيعلن تشكيلة 23 لاعبا الذين سيمثلون المنتخب في الأول من شهر يونيو المقبل، وهو الموعد النهائي الذي قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذه هي المرة الأولى التي يقود فيها أنتيتش منتخب صربيا إلى نهائيات كأس العالم كدولة مستقلة. يذكر أن المنتخب الصربي يلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات ألمانيا وغانا وأستراليا.